كابتن عادل، تواجد النادي الاهلي مجرد تواجده في المونديال حدث عالمي. تواجد النادي الاهلي للمره السادسه حدث، عايزين نقول مفيش بعد العالميه. ولكن ازاي يقدر النادي الاهلي يستفيد من تواجده في المونديال للمره السادسه؟ شوف يا كابتن، احنا خلينا نتكلم بواقعيه. يعني انت علشان تروح المونديال الانديه لازم تكون بطل ايه؟ بطل القاره. فبطل القاره دي ما بتجيش من فراغ، انت بتشتغل على مدار سنه كامله مع بطولات اخرى، مع دوري ومع كاس ومع لو في بطولات سوبر، فيبقى في اجهاد كبير قوي ما بيعرفش يروحها الا القوي بس. صحيح. دي رقم واحد. رقم اتنين، عشان تستغل انك انت رحت كاس العالم الانديه، انت بتتكلم على المراكز، ويمكن الكباتن اتكلموا على ما صعوبة المراكز، لأنه بتبقى متغيرات في بطولة العالم، بتبقى فيها متغيرات كتير. هنعرج على حتة كمان مهمة جدا، أنك أنت الجوائز المالية بتاعت البطولة، عشان الناس بس اللي بتقول عليها أن هي بطولة ضعيفة، 16 مليون دولار. يعني أنت بتتكلم في الجوائز المالية كلها بتاعت الفرق. يعني أنت لو وصلت أنك أنت تكسب البطولة، ممكن تاخد لك حوالي، بياخد حوالي ما بين 6 ل 7 مليون، حاجة كده، مليون دولار. وده رقم كويس أو مميز لأي فرقة بتروح تشتغل. أنت بقى لما تيجي تستغلها كالنادي الأهلي، أنت هتستغل فيها أهم نقطة، ويمكن إحنا اتكلمنا في الاستوديوهات قبل كده وفي البطولات بتاعت أفريقيا قبل كده، قلنا النادي الأهلي تخطى حتة الدوري العام، تخطينا حته المحليه، احنا تخطينا الحته بتاعه المحليه، عشان معانا جماهير النادي الاهلي في الاستاد اهو في الملعب مباشره من هناك. عاوزين يا كابتن نوصل. ودي حاجه كويسه قوي النهارده، من الحاجات الميزه للنادي الاهلي النهارده انه راجع جمهوره، وحوالي مثلا 12,000 متفرج فيه. بس هو في مشكله سنه، لان في بعض اللعيبه ممكن ما تكونش لعبت في الاجواء بتاعه الجمهور الكتير يعني. لكن في بعض اللاعبين شافوا النادي الاهلي وشافوا ال 70 وال 80 الف وال 90 الف والحاجات دي. فدي حاجه مهمه. نرجع للسؤال بتاع كابتن ايمن، ازاي نستفاد منها؟ النادي الاهلي استفاد منها كتير قوي. النادي الاهلي استفاد اسما، وهو مش محتاج ان هو يعلى اسما، لانه في العالم كله اسمه عالي جدا، لانه بطل قاره افريقيا. الحاجه الثانيه، نادي القرن الافريقي زي ريال مدريد، فنادي القرن الاوروبي. فدي حاجه كبيره جدا انك انت تتواجد في كاس العالم للانديه. واتمنى كمان ان الناس تفهم حاجه مهمه قوي، ان اللي بيروح كاس العالم للانديه دول من الصفوه بتاعه الانديه بتاعه العالم، لانك بتيجي ما بعد مكسب قاري، وبعدين تتقابل. ما فيش الا يمكن اللي هو بيستضيف البطوله هو اللي بيبقى ما بياخدش التصفيات. علشان تاخد التصفيات، انت لما تروح كاس عالم وتروح اي حاجه لازم تلعب تصفيات. لا، تصفياتها دي انك انت تفوز بالبطوله القاريه. فالنادي الاهلي يستاهلها.